طيب خلونا نروح لملف الإسكان. صندوق الإسكان الاجتماعي بيبدأ طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان المتوسط في 15 مدينة، وده بنظام التمويل العقاري بداية من بكرة الثلاثاء إن شاء الله. مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي وضحت وقالت إنه الطرح ده بيشمل وحدات سكنية في 3 مشروعات، وهي سكن مصر ودار مصر وجنة، وبيتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يمكن ده موجود في زي ما الخبر بيقول في 15 مدينة، واحنا عندنا ما شاء الله يعني المدن الجديدة والمجمعات السكنية اللي بتناسب كل فئات المجتمع، خاصة كمان محدودي الدخل والمتوسطي الدخل بقى موجود في كل مكان في مصر دلوقتي، وبقت بشروط وتيسيرات كتيرة للمواطنين وللشباب كمان، قروض بتمتد لسنوات طويلة بفايدة يعني قليلة، وبتكون في كتير من الأحيان متناقصة، بشرط طبعا أنه يكون الشخص ده ما حجزش قبل كده في وحدات الإسكان الاجتماعي أو ما خدش وحدة سكنية بالفعل. وفي شروط أساسية زي السن، أنه ما يكونش أقل من 21 سنة، أنه يكون مصري الجنسية وهكذا، دي شروط يعني بتبقى متوافرة كتير جدا. وكمان عشان كل الناس اللي محتاجة يكون عندها سكن بسعر مناسب لدخلها تقدر تستفيد من مبادرة التمويل العقاري اللي أطلقها البنك المركزي في 2019. ويمكن كان في وعد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده في إحدى المناسبات لما قال كل اللي عايز شقة هنديله. فكرة السكن دلوقتي وأن كل واحد يتملك وحدة سكنية ما بقاش صعب، وبقى في إجراءات ميسرة جدا تتناسب مع مختلف الدخول للشباب من مختلف الفئات الحقيقة.